استاذ عمر اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ناخد منك انت من اخر كلام اللي انت قلته اللي هو التحول اللي حصل اللي هو من الحياه اللي هي كان فيها الاخلاق الرياضيه بين اللعيبه وبين النجوم، وزي ما الصوره اللي قبل كده شفناها اللي هي بتاعت كابتن فاروق جعفر وكابتن الخطيب وكابتن حسن شحاته والصور دي اللي فرق ده كله، ده السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بيقول بيهدد اي حد بتدمر يعني. وانت مثلا من نجوم السوشيال ميديا، انا طبعا بتابع طبعا معاك يعني، كنت زمان النجوم اللي بتشتموا في السوشيال ميديا ليه بقى؟ كنت زمان على طول دايما تقولي بالتوفيق للاهلي مش عارف ماتش كذا، عادي جدا ماتش افريقيا كانت بتبقى عادي. دلوقتي عادي لو قلت كده هتشتم بالظبط. وفي كتير جدا من نجوم الاهلي لعلمك، اصحابنا كتير جدا بتقعد تكلمهم نفس الكلام، تلاقي لو قال اي حاجه تلاقي الدنيا بتتحول عليه. ودي راجعه برضه في ناس دلوقتي للاسف بسبب السوشيال ميديا. تخيل يا هاب، دي راجعه المسؤوليه. صحابي لا اهلاويه مثلا، كنا يعني اصحاب لعبنا كوره مع بعض، فمثلا يخاف يعمل معايا مداخله عشان المجلس هيزعل منه او حد من الجمهور يعرف او ما اعرفش ايه، فبقت حاجه غريبه. عارف راجع ليه؟ ممكن مثلا لو في حته مكان عام مثلا ممكن ما يسلمش عليا يعني عارف لازم حد يصوره ولا حاجه. اصل اقول لك على حاجه، راجع ليه؟ راجع ليه؟ انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. لما المسؤول الكبير بيتكلم بيبقى في ناس نفسها تتكلم، لما يشوف المسؤول الكبير بيتكلم بيلاقي نفسه عنده ما عندوش حرج، بيتكلم وباستفاضه وما بيخافش. دي مهمه جدا. لكن للاسف في مسؤولين هم مش مسؤولين بالفعل وبيحركوا ناس على السوشيال ميديا وبيحركوا لجان وبيعملوا حاجات غريبه جدا، وهم اللي عاملين المشاكل دي. خد بالك بس حاليا لازم تفعل حاجه، ان انت الفتره الاخيره دي بغض النظر عن كل اللي فات، بشار مطه منصور لما اتكلم اول مره وقال مبادره السؤال او بيمد ايده، وبعد كده قال يعني اتكلم بشكل عام بقى خلاص احنا مش عايزين. على فكره النهارده القضيه تم تاجيلها، تم مد الاجل اللي هي ل 17 وفي تفاؤل خيرا، نتفائلوا خيرا يعني. ماشي ده جزء قضايا احنا مش هنتكلم فيه، احنا بنتكلم في قضايا عشان هو كان بيربطه لا بتاع بالقضيه يعني. فالقضيه لا قصه مش شرطه مصر ولا حاسبها كده ومالوش مش حاسبها قصه ضيقه خالص. هو واخدها، هقول لك على حاجه، هو طول الوقت بيتكلم على الاهلي كويس وبيعامل الناس الاهلي كويس، واخد حاجه حتى الناس لما تيجي تتكلم في واقعيه مثلا في جماهير اهلاويه مثلا في نادي الزمالك، معلش ما فيش منطق برضه بيقول في يعني نكون واقعيين، ما فيش منطق بيقول انت ماشي في نادي الزمالك وفي جماهير قاعده بتشجع الاهلي وبترقص وفرحان ان الاهلي يحط جون. ماشي دي ما ينفعش بالمنطق الطبيعي جدا. زي ما انت بتبسم في القناه هنا ما ينفعش تقول مثلا الشناوي احسن حارس في افريقيا وفي مصر وتقعد ماشي، لا طبيعي لازم تقول ان ابو جبل هو اللعيب اللي لعب كاس عالم لعب كذا، لكن احنا عندنا واحد اثنين لازم ده بس. والله العظيم احنا هنا كمان حقنا يعني، والله بنقول حتى الشناوي بيتألق بس مش كل الناس حتى في التحكيم بس مش كل الناس حقانيه. لكن انت لما بتيجي تتكلم القمه دي في الاخر احنا وصلنا لما في حصل مبادره من بشار مطه منصور كان قبل القمه بساعات او بايام الليله، لقيت الموضوع ده جه على الملعب لعيبه الزمالك نازله هاديه ادت فرصه لعيبه الاهلي تبادل نفس الامور. لكن السوشيال ميديا بدليل اقول لك على حاجه، ديانج لما جه بعد المباراه عايز ياخد التيشيرت بتاع شيكابالا بيواجه هجوم عنيف من جماهير الاهلي رغم ان هي واقعه عاديه جدا، ويعني واحد هو لعيب بيحب لعيب بيتفرج عليه مثلا. هو للاسف الاجانب ما عندهمش الافارقه كمان. على فكره اليو ديانج شخصيه طيبه جدا جدا، انت عارف الافارقه الطيبين، لعيب متميز جدا بس لعيب خلوق كده وطيب جدا، فهو بيتعامل بعفويته الافريقيه. طبعا فاهم يا ابني، مش هو هو مش متخيل ان يعني بعدين هو عمل ايه؟ يعني هو لعيب بيحب ولا التيشيرت بتاعه او زميله يعني لعيب معجب بمواهبته وبمهارته كده وشايف انه لعيب مميز كده يعني فاهم قصدي. لكن للاسف بس واقع الحاجه احنا لازم نقف على المواقف دي واقع يعني. بدايه مش شرطه منصور مال مد ايده وقال لازم ننبز الفتنه ولازم وننبز التعصب وننبز ونبعد عن كل الكلام ده، عملت فيها ايجابيات، ادت فرصه ومساحه ان يبقى فيه هدوء في الملعب. نفس الوقت ديانج الخطوه اللي عملها دي فتحت مساحه برضه، زي الصوره اللي انت جبتها دلوقتي مصطفى شوبير مع شيكابالا مع اللعيبه، هي المفروض على فكره. شايف الشناوي مع كابتن ايمن طاهر طبعا واقفين بيتحدثوا مع بعض، كان مدربه قبل كده في المنتخب. شفت اليو ديانج زي ما شيكابالا، شفت محمد شريف مع شيكابالا، شفت امام عاشور مع وليد سليمان، شفت حسامي قمصان مع اسامه نبيه، عادي يعني. وبتلاقي ولا حاجه، بتلاقي في كله مثلا انت في منظومات بتلاقي فيها شغال مدربين، مدير فني اهلاوي مع مدير فني زملكاوي ومدرب زملكاوي وهكذا. دي كل دي الحاجات، لكن القمه كل الحالات عشان اتكلم بشكل سريع كلها فوائد وكلها مزايا. انا شايف ان الزمالك كان اكثر مكاسبه من النادي الاهلي في المباراه، خاصه اللعيبه الصغيره. صحيح. السبب نادي الزمالك لعب المباراه في ظروف صعبه جدا، في غيابات كبيره جدا جدا. لا غيابات، المنطق يقول ان الزمالك ما يكسبش المباراه، ما يتعادلش المباراه، لكن الزمالك بصراحه وكان متاخر كمان، خد بالك. لا يعني وكان متاخر واللعيبه بص يعني التشكيله نفسها غريبه عشان ما فيش تجانس بينها، لكن في الشوط الثاني زي ما قال اسمه احمد كده فيريرا
ده كوتش على الخط، كوتش على الخط بيعرف يدير المباراه بطريقه بيبقى يعني بالفعل. هي صوره مستويه اللي انت شايفها دي بتاكد لك الروح اللي هي الطبيعيه اللي احنا لازم نشوفها في الملاعب دي. تمام.